الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في مفتتح لقاءاتنا في هذه الليلة بإذن الله. إنه لا يطيب لي في مفتتح هذا المجلس المبارك بإذن الله أن أبتهل إلى الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه إطلالة مجملة حول أصول الإيمان. الإيمان كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان أول واجب على المكلفين، أول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين، الإخلال به كفر يعني وخروج من الدين. فقد قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أول واجب على المكلفين، لأن أول ما يدعى إليه الناس أن يشهدوا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم يتوجه الخطاب إليهم بجميع شرائع الدين بعد ذلك. أول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين، لأنه شرط لصحة جميع الطاعات، شرط لصحة قبول العبادات. فكما لا تصح صلاة بغير وضوء، لا تصح عبادة بغير إيمان. كما لا تصح صلاة بغير وضوء، لا تصح عبادة بغير إيمان. إن الله جل وعلا في كتابه في أكثر من موضع يجعل من الإيمان شرطا في قبول العمل الصالح، وشرطا في ترتيب آثاره عليه الدينية والدنيوية. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان شرط لقبول جميع الطاعات. لا تقبل عبادة ولا ترفع طاعة إلا بعد الإيمان بالله ورسوله. أما غير المؤمنين إذا جاءوا بطاعات أو بأعمال صالحة فإنما يطعمون بها طعمة في حياتهم الدنيا، تعد لهم فيها طيباتهم، حتى إذا وافوا ربهم يوم القيامة وافوه ولا حسن لهم، يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكل الأعمال الصالحة التي يقوم بها غير المسلمين لا يرفعها الله فوق رؤوس أصحابها شكرا في حساب الآخرة، لكن الله جل وعلا يوفيهم بها أجورهم في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه مقدمة تبين لنا أهمية البداءة بهذا الموضوع الجليل. وإن كنا نتصور أن الحديث فيه بدهي ومكروه ومعان، لكن هذه سنة القرآن الكريم في إلحاح في خطاب المؤمنين بهذا الأصل، في تكراره عليهم. لا تكاد تخلو سورة من السور من الحديث المفصل عن هذا الأصل الكبير، الذي أرجو أن نصيخ أسماعنا وأن نصيخ عقولنا للانتفاع بما سنتلى فيه من آيات بينات ومن أحاديث جليات بإذن الله.
In the name of Allah, the Most Merciful, the Bestower of Mercy, all praise and glory belongs to Allah, Lord of the worlds, and may His finest, peace and blessings be upon Muhammad, His Messenger, and His Prophet, and His family, and His companions, and all those that follow in His footsteps until the Day of Judgment. Shaykh Hafidhahullah begins by praying that Allah subhanahu wa ta'ala makes this gathering of ours a gathering that is accompanied by His mercy, and to not allow for our dispersal to take place after this gathering, except after having been guaranteed a protection from sin, and to not allow anyone amongst us to be among those that are miserable or deprived. Allahumma ameen. He said, our appointment this evening is going to be a quick summarized tour on the fundamentals of Iman, the fundamentals of our faith. And to pinpoint the critical importance of this subject, first of all, we need to know that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that the fundamentals of Iman are to believe in Allah and His angels and His books and His messengers and the last day, and to believe in Qadr, destiny, the good of it and the evil, that it is all from Allah, the Most High. And so this incorporates the very basis of what we believe. And that is the matter that is the first duty on every liable person. The moment the person becomes liable, his very first duty is to single Allah subhanahu wa ta'ala out in His oneness and to believe in that. And to single out the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in his prophethood and his messengerhood, and that being the finality of it. And this Iman, a deficiency in it, could be a disaster because it could render a person not a believer whatsoever. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and whoever disbelieves in Iman, then all of his deeds are forfeited. So this Iman being correct and being protected from flaws is essential because it is a requirement for our actions to be validated. And just as Salah is not acceptable without wudu, without ablution, likewise, no act of worship whatsoever, nor any practice of devotion is accepted without Iman. Unless a person has Iman, he says, we find throughout the Quran, then they are void of that requirement which validates their deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala says in one place in the Quran, whomever approaches Him, meaning on the Day of Judgment, as a believer, having done good deeds, then for him, he will see the appreciation of his deeds. And whomever does good or evil while they are a believer, the verse says, then we will give him the goodly life and then repay him the most complete repayment. So without that Iman, a person's deeds do not ascend above his head. They do not ascend through the skies. They are not raised up to Allah subhanahu wa ta'ala. But what we mean by that, meaning they are not valid for a repayment in the hereafter. Because Allah subhanahu wa ta'ala said to us, whoever seeks the life of this world, we will rush to them of it what we wish. But these are the people that their efforts were in vain, for they have nothing in the hereafter whatsoever. So the person that does good deeds without Iman, his deeds are invalid, meaning for repayment in the next world. As for in this world, Allah will repay them with providing for them the reward of their deeds here. But once they approach Allah in the hereafter, He will say to them, as He told us in the Quran, you have used up your good deeds in the life of this world, and you enjoyed them there, you have nothing here from me today. كتوضيحات للحديث عن الأصل الأول من أصول الإيمان، سوف نقدم باقة من المعالم الإيمانية. أولها أن الإيمان بالله هو الفطرة التي فطر الله عليها عباده جميعا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فمن يزعمون من بعض الباحثين أن الإيمان وأن التوحيد مرحلة متطورة في تاريخ البشر،
وأن الإنسان قد بدأ في بداية حياته المبكرة بدأ مشركا يعبد الأرواح الشريرة ويعبد الطلاطم ونحوها، هذه لا شك خرافة لا يدين بها أهل الإيمان. نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام. نعم، وآدم نبي كريم من أنبياء الله، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه تكريما. نعم، فكان على التوحيد الخالص، ونشأ أولاده من بعد وزرته 10 قرون ما بين آدم ونوح على التوحيد الخالص. فليس صحيحا أن الإنسان الأول بدأ مشركا ثم تدرج في مراحل تطورية مختلفة إلى أن وصل إلى التوحيد، لأن التوحيد ليست صناعة بشرية. نعم، يرد عليها ما يرد على سائر الصناعات البشرية، يعني من الترقي من مرحلة بدائية إلى مرحلة أرقى إلى الوصول إلى قمة الرقي، هذه سنن الصناعات البشرية. التوحيد هداية ربانية، التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني قطع أنوف الماجية وقطع آذانها وتشويهها إنما هو بغي بشري على خلق الله عز وجل، لكن الأصل في خلقة الله سواء الكمال التمام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان التوحيد هو الفطرة التي جبل وخلق الله عليها عباده جميعا. ثم جاءت الشياطين بعد هذا اجتالت الناس عن دينهم ثم حرمت عليهم ما أحل الله لهم ثم أمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إن هذا يعني أن موجات الإلحاد إنما هي موجات طارئة في تاريخ البشرية، لا تمثل الأصل الذي خلق الله عليه العبادة، لا تمثل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إنما هي انحراف طارئ جد فيما بعد، وخرج به أصحابه عن مواكب العقلاء وعن مقتضى نداء الفطرة البشرية الأصلية التي خلق الله جل وعلا عباده عليها جميعا. And of the milestones that must be recognized regarding what faith, what iman really is, iman is the fitra that Allah subhanahu wa ta'ala created humanity upon. This fitra means the natural state which Allah subhanahu wa ta'ala disposed His creation upon. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, every human being is born upon this fitra, this natural, original state. Meaning this belief in Allah subhanahu wa ta'ala, this recognition of Allah His creator. And then his parents come along and they turn him into a Jew or a Christian or a fire worshipper. And he said sallallahu alayhi wa sallam that Allah tabaraka wa ta'ala said, I have created all of my slaves from hunafa inclined to him, naturally leaning to the recognition of the one true God subhanahu wa ta'ala. And then the devils came and kidnapped them from their religion. And they caused them to deem forbidden what I had made permissible. And then they caused them to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So this teaches us that those that come forth with the proposition of the thinkers and the historians and otherwise, that humanity slowly by itself started creating their own brainchild. They developed this thought of a God that exists and that was an advanced stage in humanity. We as believers reject this in totality. We believe that the very first man was Adam alayhi salam. And Adam alayhi salam was a noble prophet that believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And between him and Nuh alayhi salam, the next prophet, there were 10 generations that were completely upon the Tawheed. So this is the natural disposition.
And this is the fitra upon which Allah subhanahu wa ta'ala created His creation. And the verse says, لا تبديل. There can be no alteration in the creation of Allah. You can't reprogram the human being. This is His original, His permanent programming. And that's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he gave the example. And he said, every human being is born upon this fitra and then his parents change him to a Jew or a Christian or a fire worshipper. He said, just as the beast, the animal is born, jama'a, wholesome, not missing any parts. And do you find in it any amputations? Meaning what we violate an animal with, of amputating its ear or amputating its nose or the likes. Is this the way that Allah created it? No, every one of those animals comes out originally, naturally, before we wrong it, before we send it, we distort it, it comes out perfect. Likewise is every human being. And therefore this rise of atheism and the movement of atheism, this is a distortion to the way that Allah subhanahu wa ta'ala created the human being. And this is a violation of the fitra upon which Allah created him upon, and this is the departure from the caravan of the reasonable. For this atheism opposes reason and it opposes the natural state that everyone knows deep down inside of them. شرف علم الإيمان. إذا كان شرف العلم من شرف المعلوم فلا بد أن يكون علم الإيمان أشرف العلوم على الإطلاق. نعم لأن المعلوم فيه لأن المتحدث عنه فيه إنما هو الله جل جلاله. إذا كانت أهمية العلم تتناسب مع جسامة النتائج المترتبة عليه فلا بد أن يكون علم الإيمان أهم العلوم على الإطلاق لجسامة ما تترتب عليه من تبعات ومن نتائج حيث تترتب عليه الفوز بالحياة الطيبة في الأرض والفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ثم لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما هو الطريق إلى الإيمان؟ إن الطريق إلى الإيمان أن تتدبر في مخلوقات الله عز وجل. ومن ثم يقولون إن الأدلة على الإيمان بالله بعدد مخلوقات الله من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. الله جل وعلا يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الملاحدة والمغيرون والمبطلون لا يؤمنون بالغيب، يعني يجعلون الإيمان بالمحسوسات فقط، وتلك يعني بصمة كفرية إلحادية قديمة. لقد سجل لنا تاريخ الإلحاد وتاريخ الانحراف البشري من جعلوا من رؤية الله جهرة شرطا للإيمان به، من جعلوا من الاستماع المباشر لكلامه شرطا للإيمان به، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القول. يعني فهؤلاء الله جل وعلا قص علينا من خبرهم ثم بين لنا ظلمهم وبغيهم. نعم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا يكلمنا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الطريق إلى الإيمان بالله عز وجل التدبر في آياته. نعم وكما قلنا إن الأدلة على وجود الله وعلى الإيمان به بعدد مخلوقات الله عز وجل. ما بقي على المؤمن
على العاقل إلا أن يجدد إيمانه من خلال التأمل في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. And the study of Iman is the noblest of pursuits of any science. Because if a science, its virtue is determined by what it gives you insight about, then Iman gives you insight about what? About identifying Allah subhanahu wa ta'ala and getting acquainted with Allah, the creator of the heavens and the earth. And if the virtue of the science of a science is dependent on what it leads to, what is dependent upon it, your worldly life and your hereafter are dependent on it. So there is nothing more important. As Allah subhanahu wa ta'ala said, whomever does good deeds, whether they be a male or a female, when, meaning if and only if, they are a believer, they are a person of Iman, then we will give them a goodly life. This verse means here, that statement means here. And then we will reward them with the best of what they used to do, meaning and then there and the hereafter. So what is the path and the road to acquiring this Iman? The path to developing this Iman and strengthening this Iman is reflecting on the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah Azza wa Jalla says, that in the earth are signs for those that have certainty. And even within yourselves, meaning there are signs, won't you look? And Allah subhanahu wa ta'ala says, we will certainly show them our signs in the farthest horizons and within themselves so that they may come to know that this is the truth. And those of the atheists and the agnostics and the undecideds and otherwise who insist on only believing what they can see of material, tangible things, Allah Azza wa Jalla has told us this is not a bright idea that somebody came up with recently. Allah has told us of this empty objection and its history throughout the Quran, such as those where Allah Azza wa Jalla says, and they had said, if only the angels would speak to us or we could see our Lord. And they said, we will not believe until we see Allah outright. And Allah Azza wa Jalla says, indeed in that they had transgressed against themselves and were ever defiant, ever arrogant. Because Allah subhanahu wa ta'ala had filled this universe with signs about Him, and the signs, as the scholars say, about the existence and the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, this is embedded in every single one of the creations of Allah azza wa jal. So from the smallest speck that exists on this earth to the greatest galaxy up in the sky, every single one of them is a proof and indication of what? Of Allah subhanahu wa ta'ala, for those that would reflect, because the path to Iman is through reflection on the creation of Allah tabaraka wa ta'ala. ثمرات الإيمان. لقد وعد الله عباده المؤمنين بباقة من الوعود الطيبة. يعني بدءا من الحياة الطيبة مرورا بالعزة والتمكين والإنجاب والنصر والهداية. وكل ذلك مبثوث في كتاب الله عز وجل. هذا فضل عما ينتظره المؤمنون من الفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد يوم القيامة. إن الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الله يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله جل وعلا يقول ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه باقة من الوعود الطيبة وعد بها المؤمنون وتلك هي ثمرات الإيمان. فكأني ألمح سؤالا يرف فوق شفاه ما بالنا نحن المؤمنين ما بالنا أقل الأمم حظا في هذه الحياة ما بالنا نتخلف ويتقدم غيرنا
ما بالنا نستضعف ويستخلف غيرنا؟ ما بال دمائنا أرخص دماء تراق على وجه الأرض؟ ما بالنا نعيش كما مهملا في ذيل قافلة العبيد؟ وقد كنا في مقدمة الأمم أسئلة تلف فوق شفاه كثيرة. الجواب عن هذا ينبغي أن يكون بديهيا عند المؤمنين. المقدمات التي ذكرها القرآن الكريم إنها وعود من الله عز وجل، ولا أحد أوفى بعهده ولا بوعده من الله عز وجل، لا أحد أصدق من الله حديثا. فإذا رأينا يعني في حياتنا يعني تخلفا لبعض هذه الوعود فلا بد أن يكون مرد هذا إلى ما شاب إيماننا من خلل، إلى ما شاب اعتقادنا من شوائب ومن قصور. فإن جددنا إيماننا، نعم، وإن أعدنا صلتنا بربنا على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه عندئذ نشرق هذه الوعود مرة أخرى، فإنه لم يزل هنالك رب رحيم، لم يزل هنالك رب ودود قريب مستجيب يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهو أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل الذي كان على راحلته في فناة من الأرض يعني ثم أضلها فجأة وهي زاده، يعني عليها زاده وعليها ماءه وهي راحلته، فحفر حفرة وجلس فيها ينتظر الموت، أخذته سنة من النوم ثم أفاق فوجد الدابة قائمة على رأسه فاضطرب، ثم أخطأ من شدة الفرح، ثم قال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعم، عطايانا سحائب مغدقات ولكن ما وجدنا السائلين. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكريم بطور سينا؟ أسئلة يعني عرضها محمد إقبال شاعر الإسلام في قصيدة جميلة جدا له، وهو يجسد هذا الواقع، هذا السؤال الذي يعني توقع أن يلف فوق شفاه كثيرة ثم قدم هذا الجواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. الله سبحانه وتعالى had promised the believers a splendid bundle of fruits for those that actualize this iman. And the Shaykh recited about a dozen verses where Allah subhanahu wa ta'ala promised to give a life of happiness and joy and contentment and security to the people of Iman. And Allah Azza wa Jal promised to guide the people of Iman to the straight path. And Allah Azza wa Jal declared that He is the defender of the people of Iman. And Allah Azza wa Jal announced that He will establish the people of Iman upon this earth and replace in the stead of their fears security, and to establish for them their deen that he was pleased with for them, so that they would worship him and not associate any partners with him. And Allah subhanahu wa ta'ala promised and he promised and he promised so many beautiful promises. But then of course a question is arising that can only be seen swimming around your lips. He says, and that is, then why is it that the believers now seem to have the smallest share from this life? And why is it that in this life the nations have moved ahead of us when we have taken the back seat, when we were in the forerunners at one point in time? And why is it that the believers, their blood is the cheapest blood that is spilled everywhere, while others are granting security? And the answer is that Allah subhanahu wa ta'ala is the truest of speakers, and nobody upholds their promises like Allah Azza wa Jal. With our end of the bargain, renewing our iman and keeping firm to our iman and replenishing our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, this is what is being awaited. For regardless of how dark things become, Allah Azza wa Jal is still that Lord that is ever merciful and loves the repentance of His slave and awaits for you to reinforce your relationship with Him. And our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has told us that Allah is more happy, He is happier with the repentance of one of His slaves than a man is happy. A man that was lost in the desert, and in the middle of that desert, his camel ran away from him with his food and his drink and his means of survival. And so he dug a hole in the ground for himself
And he sat in that hole awaiting his death, and he found this, and his camel had returned to him. And he became so excited, so happy with that, that he said, "Oh Allah, you are my slave and I am your master." He said, sallallahu alayhi wa sallam, he made a mistake out of the intensity of his happiness. Allah is happier with the repentance of his slaves the moment they fulfill that condition and renew their iman, that those promises are there waiting for him. And Muhammad al-Qibar rahimahullah, he tried to personify these meanings, these promises that exist from Allah Azza wa Jal. And he says that it's as if Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the clouds where I will quench you from are there above your heads, but how can I release them when nobody is asking? The light still shines there by Mount Sinai, but where is the noble person? Meaning like Musa alayhi salam, to walk across these mountains. I am the one that provides for you from the earth, but my earth only provides for those that plant. Meaning it's a two-way contract. You have to fulfill your condition to reap the fruits, for Allah never breaks His promises. And Allah subhanahu wa ta'ala never cancels the declaration He makes, Jalla Jalala. طب بعد هذه المقدمات ننتقل بسرعة إلى الحديث عن الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل. الحديث عن الإيمان بالله ينتظم أمورا أربعة: الإيمان بوجود الله جل جلاله، الإيمان بربوبية الله جل جلاله، الإيمان بألوهية الله جل جلاله، الإيمان بأسماء الله وصفاته جل جلاله. فهذه أربعة مباحث تنتظم في باب الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بوجود الله فطرة مركوزة في الخلائق جميعا قبل أن تتدخل يد البشر بالطمس والتشويه والتحريف، لأنها بتنطلق من مسلمة بسيطة أدركها البدوي الذي كان يعيش في مجاهل الصحراء، عندما كان يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ في دلالة، حتى دلالة حسية على وجود الله عز وجل، في دليل حسي أيضا، في دليل حسي على وجود الله عز وجل. يعني فقال أولا إجابة الدعاء. الملهوف عندما يضرع إلى الله عز وجل، عندما تنقطع كل أسباب النجاة، عندما تغلق أمامه كل أبواب الرجاء، لا يبقى إلا باب واحد مفتوح على مدار الساعة. وعندما يصدق اللجأ إلى ربه عز وجل فإن الله يستجيب له ولو كان كافرا. نعم، لأن ربوبية الله تشمل عباده جميعا، البر والفاجر والمؤمن والكافر. نعم، وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، فلما نجاهم من البر إذا هم فيه. نعم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. دلالة ثانية الحسية دلالة المعجزات. يعني الله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء ما على مثله آمن الناس، وأعظم آية أعطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي القرآن الكريم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة بمثابة قول الله جل وعلا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. يعني يأتي الرسول يعني فيعلن على الناس أنه نبي، فيطالبه الناس بالبينة وبالبرهان وبالدليل، فيخلق الله له العادة لكي تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. الحديث عن هذا يعني حديث يدركه الناس جميعا. نتجاوز هذه إلى الحديث يعني عن ربوبية الله عز وجل، لكن بعد ترجمة هذا الجزء حتى لا يطول الأمر على أحد. So the first of the six pillars of the iman, the fundamentals of the iman, is belief in Allah. And belief in Allah subhanahu wa ta'ala can be seen to stand on four pillars. That is to believe in His existence, and to believe in His rububiyyah, His lordship, and to believe in His uluhiyyah, His divinity or right of worship, and to believe in His names and His attributes of asma'ul sifat. Believing in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala
the proof for the existence of Allah Azza wa Jal, there are of them that are found in every single person, and then there are of them those that can be experienced by every single person. So the proof for the existence of Allah, first of all, we said, is predisposed. Before anyone tampers with it, it's predisposed inside every single human being. That is one of the proofs of the existence of Allah. And the second also, a very clear cut, very straightforward, very explicit proof, and this is the proof of reason and logic, something that everybody can recognize. Even the Bedouin man that was asked, though his environment, his education, his lifestyle was the plain empty deserts, when they asked him, what is the proof that Allah exists, that a God exists? He said, the dung, the droppings, are proof that a camel was here. And the footsteps in the sand, meaning, they are an indication, they are proof that a caravan was here, riders were here. So what about skies that are vast and expansive, and earths that are far and wide? Aren't these a proof and indication that they were designed by the one that is all capable, the one that is aware of all things? So these are proofs that are straightforward and clear and everyone has. He says, but there are also tangible proofs that could be felt and touched, experienced on a personal level also, to establish the existence of Allah Azza wa Jal. One of them is what? The response to our supplications. Any person, when his appeal to Allah is genuine, and his desperation hits, you know, the thermometer goes, hits the top, and he becomes truly desperate and begs upon Allah alone, Allah accepts his supplication and responds to his request, even if he be a disbeliever, even if you are not a believer. As Allah Azza wa Jalla mentioned in more than one place in the Quran, and when they ride into the seas and waves that are like reaching the skies by them are about to overturn their boats, they beg to Allah, sincere to Him in that worship. And then when He returns them safely to the shores, they disbelieve in Him again. So He accepted their dua, though they were disbelievers. And the likes of these verses are recurrent throughout the Quran. Another tangible proof, a proof that is experienced, is the proof of the miracles of the prophets. These miracles in effect are what? They are in effect of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala saying, my servant, meaning that prophet or messenger, has been truthful in what he is saying. When he comes forward and tells you he is a messenger, and they'll tell him, where are your proofs? So Allah allows them to experience. That's the key word here. They experience something that is supernatural, something that is understood to be impossible in our experiences, to validate his message and to prove his credibility, and obviously the one that sent him. And that's why the Prophet ﷺ said there was no prophet except that Allah granted him that which, meaning miracles, that which the people would believe based on its likes, the likes of these miracles. He said, and that which, and this is the greatest miracle, that which I have been given is revelation, and thus I hope to be the one with the greatest number of followers on the Day of Judgment.